مجتمع أوتو ديسك العربي الدولي، فأنا كل شهر دايما بلاقي لقاء. الشهر ده لقاء مختلف شوية، مش محاضرة واحدة لأحد الخبراء، ولكن حلقة نقاش حوالين العدد 44 من بين أريبيا. فلقاء إن شاء الله جميل. معنا 3 متحدثين النهاردة، باشمهندس عمر سليم، باشمهندس مؤتز زبدة، باشمهندسة رنا عبد الفتاح. 2 من أصحاب من كتاب العدد اعتذروا النهاردة للأسف لظروف خارجة عن إرادتنا، باشمهندس أحمد، باشمهندس زهراء. باشمهندس عمر هيدينا ملخص بسيط عن المواضيع بتاعتهم. قبل ما نبدأ طبعا كالعادة في كل موضوع دي الأسئلة والأجوبة دي مكان على كده، بحيث كل حاجة تبقى موثقة بالأسئلة والأجوبة. فهحط اللينك على الشات، اللينك الأساسي لكل المواضيع، وكده لو حد عنده أي سؤال يكتبه هناك وإن شاء الله هنرد عليه في اللقاء أو بعديه لو مكانش فيه. قبل ما نبدأ اللقاء ممكن أدي الكلمة لباشمهندس عمر يعرفنا أكتر عن أنشطة بلما أريبيا وإيه اللي بيحصل بعد 44 وإيه اللي ممكن يحصل في المستقبل إن شاء الله. اتفضل باشمهندس عمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنبدأ نشوف فكرة بيم أريبيا. ده العدد الأول. العدد الأول كانت الفكرة إن أنا من خلال الشغل والتعامل الشخصي مع الناس اكتشفت إن عندنا كفاءات كتيرة جدا يمكن محدش يعني منتبه ليها، فبدأت إن أنا أتكلم مع الناس إن إحنا ليه ما نصدرش مجلة ونبدأ الناس تعرف إن عندنا ناس أقوياء جدا. وكان حصل نقاش كبير جدا هل نخليها بالعربي ولا بالانجليزي، واغلب الناس كانت مرحبه بفكره ان هو يكون بالانجليزي، لكن في الاخر اتفقنا كلنا انها تكون بالعربي، بحيث ان ممكن تكون في مجلات تانية بالانجليزي لكن المجتمع العربي فعلا محتاج الموضوع دوت. اول عدد صدر في اكتوبر 2015، ودول طبعا الاول ناس شاركوا معانا لهم كل التحيه والتقدير. دول يعتبر اللي اساسوا المجله زي مهندس كمال شوقي والدكتور بلال سكر ومهندس ايمن قنديل ومهندس محمد حماد والمهندس تامر الجوهري ومهندس معاذ النجار ودكتور سامي السياري واحمد لطفي وحمزه مشرف ودكتور صلاح عمر عمران، ما حفظ الالقاب للجميع. العدد الاول كان فيه مشاكل كتيره جدا، تمام، لان احنا يعني اول مره نعمل مجله، فكنا اخترنا ان هو تكون بالفوتوشوب، وكان الموضوع صعب جدا. يعني لو مثلا بعد ما عملت العدد حد غير كلمه، لان اغلب الناس كانت بعت لي وورد وانا بحطها على الفوتوشوب، فلو هو غير كلمه او غير جمله بتلاقي الكلام اترحل من صفحه فوتوشوب لصفحه تانية، فكان الموضوع فعلا متعب جدا. وكان عندنا مشاكل لازم نعترف بيها، يعني اغلبنا يعني في مشكله في اللغه العربيه فمحتاج تدقيق شويه للموضوع. فالعدد الاول كان فعلا اصعب عدد احنا اشتغلنا عليه، لكن الحمد لله الرد فعلا كان كويس، الناس عجبها الكلام وكان الكلام جديد. يعني كان مثلا الشهادات وكده كان فعلا ما حدش سمع مثلا عن الاكواد والبيمشن بلان والتصميم البارامتري، كان كلام اول مره يتقال، فكان فعلا حاجه. انما دلوقتي خلاص الناس كلها بدات تعرف المصطلحات ديت بفضل ممكن بما ربيع وحاجات تانية والأنشطة كتيرة اشتغلت في الموضوع دوت. العدد التاني اتكلمت مع ناس يعني نصحوني ان انا اتجه لبرامج انديزاين، فبدأنا اتعلمناه، ولما العدد الاول سمع لقينا ناس بتبدأ تتطوع معنا، فمع الشغل بدأ التطوع يزيد، وده اللي انا بحاول استفاد منه. ان يا اخوانا لو انت عندك فكرة ابدأ فيها حتى لو انت مش جاهز. كان في ناس معانا في نفس الفترة ديت قالوا ان هم يعملوا مجلة، ولكن هم كانوا مصرين ان الشغل الاولاني اللي يظهر يكون مبهر، يبقى في شغل جرافيك عالي جدا وشغل حاجات، ولغاية دلوقتي لسه ما بدوش، تمام، رغم ان اغلب الناس اللي موجودة في التيم بتاعنا هو نفس الموجود هناك، حتى انا معاهم في اي حاجة بيعزوها بنعملها، لكن هو مصر ان هو يبدأ بداية مذهلة. لكن انت لو بصيت على بداية الفيسبوك هتلاقي بداية متواضعة جدا، لو بصيت على بداية اليوتيوب هتلاقي بداية متواضعة جدا. فلو انت عندك بداية حتى لو هي بسيطة ابدأ وما تكسفش، انما ان انت تبدأ وانت بروفيشنال صدقني يبقى انت كده ابتديت متأخر.
فالعدد التاني بدأنا نشتغل بالإنديزاين، وطبعا أول مرة نشتغل بيه فكان فيه شوية مشاكل، وبدأ الناس تتطور معانا واحدة واحدة لحد ما الأعداد بدأت تبقى كويسة. لكن العدد 44 ده مختلف تماما عن كل الأعداد السابقة، لسبب إن إحنا وإحنا بنعمله هو اتعمل بشكل مختلف عن كل الشغل اللي قبل كده. إحنا عملناه على استخدامنا جوجل درايف، ان احنا حطينا الكلام كله بحيث ان اي حد يراجع يقدر يراجع في ساعتها، ويقدر ان احنا نشوف الكومنتات ونعدل فيها في لحظتها، فكان اسهل بكتير. يعني تقدر طبقنا فكره اللين مانجمنت في العدد ال 44. الجهد اللي كان بيتبذل في الاعداد اللي قبل كده كان جهد جبار، وفعلا كان في شغل حلو جدا واحترافي في العدد ال 44 بدانا نركز على المحتوى اكتر. يعني مثلا التصميم ده كان تصميم سهل جدا، عملناه على الكانفا الموقع اهوت، تمام اهو ده احنا فعلا استعنا بيه ان هو عمل لنا التصميم، تمام التصميم اهو. فبدل العدد اللي فات كان فيه شغل احترافي وكان تصميم، لا احنا خدنا حاجة جاهزة هي الكانفا، والتصميم كان كله على جوجل درايف، والناس كلها كانت بتعدل ويجي لها كومنتات ان في حد حط تعديل معين فيبدأ ان هو يتجاوب معاه. ولان اسهل لان كان في جهد كبير جدا بيضيع في فكرة التصميم، وفكرة ان احنا نعمل شغل جرافيك وبنشتغل على البرنامج مستقل، فمش كل الناس تقدر تعدل عليه، فبنبدأ ان احنا ناخد وقت كتير جدا في ان حد يبعت لي تعديل وانا ادور عليه واعدله والحاجات دي كلها. فكانت فكرة جوجل درايف دي كانت اسهل، نتيجة إن عندنا ظروف في بعض الناس اللي إحنا معتمدين عليهم كان مشغول في الفترة دي. ده الموقع وهو معتمد في الاتحاد الأوروبي، وإحنا بنحاول نشوف إيه الحاجة اللي ناقصة ونحاول إن إحنا نساعد فيها. لما يعني حصل موضوع كورونا لقينا في مشكلة، الناس كتيرة جدا مش قادرة إنها تدي محاضرات أو مش قادرة تحضر محاضرات، فركزنا على فكرة المحاضرات، ويعني تقريبا كان في محاضرة كل يوم من الدكتور فاضل. وطبعا يعني ليهم كل شكر التقدير ان هم بذلوا من وقتهم وجهدهم بدون مقابل، وهكذا. يعني الحاجه اللي بنحس ان احنا نقدر نخدم فيها بنحاول على قد ما نقدر ان شاء الله. والمجله متنوعه بحيث ان فيها مواضيع كتيره مختلفه، تمام. وان شاء الله يعني هي مكمله وناس كتير الحمد لله متطوعه، واي حد عنده اضافه يقدر يبعتها لنا وان شاء الله ننشرها العدد اللي جاي. وشكرا واسف للاطاله. شكرا باشمهندس عمر على الملخص السريع لبيم اريبيا، وبالتوفيق طبعا، مجهودات رائعة. ممكن نبدأ اللقاء النهاردة بالعدد 44، مناقشة العدد رقم 44. أول موضوع معانا هو نظرة عن نمذجة معلومات البناء وتحديات تنفيذها في البلدان النامية، من كتابة الزهراء عبد الكريم. أسف الزهراء مش معانا النهاردة، بس ممكن باشمهندس عمر تدينا بس ملخص سريع عن الموضوع، واللي عنده أي سؤال للموضوع ده ممكن يكتبه لنا على طول على المنتدى، هحط اللينك على الشات. تمام. هي الدكتورة زهراء عبد الكريم كانت عاملة ملخص حلو جدا عن فكرة البيم وإيه هو وإيه لازم إحنا نتجه ليه. هو فعلا إحنا لو ما كانش البيم موجود كان لازم نقعد نعمل إيه، عصف ذهني إن إحنا محتاجين البيم، محتاجين حاجة حتى لو سميناها اسم تاني. لكن المشاكل اللي موجودة في قطاع المباني، في مشكلة الجودة، مشكلة التسليم في المواعيد، تأخيرات الحوادث اللي بتحصل، فكل ده محتاج ان احنا يبقى في سيستم موجود. فلقينا حاجة اسمها البيم، فبدأت الناس تعتمد عليها، وبدأ فعلا ان هو يحقق الكفاءة بتاعته. وهي الدكتورة المقال ممكن اي حد يطلع عليه ويبدأ ان هو يسألها على المنتدى بتاع اوتوديسك. هي الفكرة كلها ان في استخدامات كتيرة جدا لما بدأنا ان احنا نطبقها، لقينا ان احنا ممكن نستخدمه مثلا في موضوع الاستدامه sustainability، ممكن نستخدمه في تقدير التكلفه، في حل المشاكل اللي موجوده قبل ما نبدا، في ان احنا نستخدمه في الفاسيلتي مانجمنت، ان احنا ندير المبنى بعد ما يتبني. في مشاكل كتيره جدا في البلدان الناميه، يعني في مثلا ممكن تكون في كفاءات قليله، في عدم معرفه، ممكن تكون في ناس طبقت بشكل خطا فالناس خدت فكره سيئه عنها. الناس محتاجة إنها تستثمر شوية، سواء في إنها تشتري أجهزة، في إنها تتدرب، في الحاجات دي كلها، فمحتاجة إن إحنا نبدأ نبذل جهد. بالنسبة لمصر أعتقد إن إحنا أغلب المشاكل ممكن نكون
قدرنا نتعامل معاها، لان احنا فكره البيم بدا من فتره. بس انا عندي ملحوظه ناس طلبت ان انا اقولها سريعا، ان البيم ما يغنيش ان انت تبقى فاهم الافكار الهندسيه، يعني سواء انت مهندس انشائي او معماري او كهروميكانيكال، الفكر نفسه لازم انت تتعلمه. تمام؟ يعني ناس لسه متخرجه ومركز على السوفت وير، لا، قبل ما تشوف السوفت وير، وده اللي اتكلم عليه برضه في الاستدامه، ان انت تبقى فاهم فكره الاستدامه، فاهم فكره الانشائي، تروح للناس الافاضل اللي هم بيشتغلوا بالورقه والقلم، اساتذتنا الكبار بروح اقعد تحت رجليهم، يا اخوانا انا عايز اتعلم. تمام؟ انا ما ادركتش المهندس حسن فتحي، لكن ادركت التلاميذ، بروح اقعد تحت رجليهم، انا عايز افهم الفكره. لما احتجت مثلا في كوردينيشن ان انا افهم الشغل التكييف، ورحت نقابه المهندسين وقعدت تحت رجلين استاذ ايمن عمر، وبدات افهم منه الفكره بتيجي منين وازاي احنا نغير ونعمل والحاجات دي كلها، وكان بيشرح لنا عصبوره. تمام؟ فالسوفت وير حاجه مهمه، لكن بلاش نتغر ونهمل الافكار اللي احنا لازم احنا ندرسها ايا كان تخصصك، الحاجات اللي انت درستها في الكليه والتطبيق العملي ده لازم احنا ناخده، لان في ناس بتركز ان هو بيعمل موديل 3 دي وشكله حلو، لكن مع اهمال ان هو يبقى فاهم الحسابات الهندسيه والتصميم الهندسي والحاجات دي كلها. فده بس كان الناس طلبت مني اتكلم عنها سريعا يعني. شكرا. شكرا باشمهندس عمر. هنحتاجك تاني في الموضوع اللي بعده، لان برضو للاسف باشمهندس احمد مش معانا. بس ملخص سريع عن الموضوع التاني اللي هو فلسفه اللين، اداره المشروعات الفعاله باستخدام نمذجه معلومات البناء. برضو احط اللينك في الشات لو حد عنده سؤال او تعليق يكتبه لنا على طول. استاذنا الفاضل المهندس احمد الديب مشكورا كتب مقاله بيربط بيها بين فكره البيم وفكره اللين مانجمنت. هو اي اسلوب من اساليب الاداره عشان يعرف يدير صح محتاج معلومات، لو ما عندوش معلومات مش هيعرف يدير. فسواء البي ام بي او اللين او الاجايل او اي اسلوب من الاساليب محتاج ان هو يكون معلومات. ففي مجال الكونستراكشن اللي بيدينا معلومات كويسه جدا اللي هو البيم. اللين مانجمنت بيعتمد على ان هو بيقلل الهدر، ده كلام المهندس احمد، انا مش بكتب، بس انا بقول لكم النقطه اللي هو كان مركز عليها، وهو كان عمل محاضره برضو قبل كده وانا سمعتها، كانت محاضره ممتازه جدا. فهي فكره فلسفه اللين دي ان انا عندي هدر، ممكن مثلا ان انا بعمل مبنى بياخد مني مثلا 3 سنين، لكن في هدر كتير، في وقت كتير احنا منتظرين حاجه تحصل، منتظرين ناخد موافقات، منتظرين شوب دروينج، منتظرين الحاجه تيجي السايت. فلو قدرت اقلل الهدر ده احنا ممكن نعمله 6 شهور بدل 3 سنين. فهي دي الفكره. فهو كل التركيز ان البيم بيساعدني ان انا اعرف فين المشاكل واقدر ان انا احلها، واقدر ان انا اعرف ان في هدر هيحصل في المنطقه الفلانيه، واقدر اتعامل معاه وعندي انفورميشن كامله اقدر ان انا اقلل الهدر، بحيث ان انا لو قللت الوقت كده انا بقلل الفلوس، كده انا بشوف المشاكل واحلها ككوردينيشن بدل ما اعطل الشغل. لان قبل كده في مشروع خلاص كان فيه مشكله كبيره، تمام، اضطرينا نوقف الشغل لشهور لحد ما نعرف اتحل ازاي. انا كنت شغال في المول، وده كان الفندق اللي جنبيها، المول كان معمول بيم والفندق ما كانش معمول بيم، بس ظهرت فيه مشاكل كتير جدا. فاللين مانجمنت بيعتمد ان انا اقدر اعرف الهدر فين المشاكل، وهل في مشكله هتحصل قبل ما تحصل اتنبأ بيها وابدا احلها، وان انا ابدا اشوف الحاجه ثلاثيه الابعاد والوان و4D و5D. فدي من ضمن افكار اللين اللي بيحققها لي البيم. في فكره برضو اللي هي ان كل العمال تبقى فاهمه الشغل اللي هيتعمل ازاي، لاست بلانر، فببدا ان انا اوريها لهم بحيث ان هم يقدروا يفهموا فكره المشروع هيبقى عامل ازاي ويقدروا ان هم يعتمدوا عليه. فلما طبقنا اللين مع البيم، واصبح اجباري دلوقتي في مشاريع كتير في قطر ان لازم نطبق الاثنين مع بعض بحيث نستفاد من المزايا دي والمزايا ديت، بحيث ان احنا نوفر المشاكل والهدر اللي ممكن يحصل. دي ملخص سريع كده المقاله، والمقاله موجوده لو حد حابب ان هو يطلع عليها. شكرا باشمهندس عمر. دلوقتي هنبدا باول عرض لاول مقاله او لثالث مقاله معانا النهارده مع باشمهندس رنا عن استخدام نمذجه معلومات البناء في التصميم الانشائي المبدئي للمباني اليا. هسيب المساحه للباشمهندسه رنا 1/3 ساعه معاكي، بس احنا
تشرح لنا أكتر عن الموضوع، واللي عنده أي أسئلة برضو أو تعليقات أنا هسيب اللينك في الشات بالنسبة للموضوع بتاع الباشمهندس رنا بالذات. اتفضل يا باشمهندس. مع باشمهندس عمر والاستدامة والأبنية الصحية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا باشمهندس. الصوت أنت ميوت. تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع مهم جدا، موضوع الاستدامة. يعني فكرة الاستدامة كان زمان يعني الناس بتعتبرها رفاهية أو اختيار، أو ده مثلا موجود في أماكن معينة، لكن اكتشفنا فعلا انها حاجة اساسية جدا، بالذات مع موضوع كورونا. لما جه موضوع كورونا اكتشفنا ان البيوت بتاعتنا مش معمولة ان احنا نعيش فيها، تمام؟ هي معمولة ان احنا نيجي ننام وخلاص، لكن لما جينا نقعد فيها اكتشفنا ان في مشاكل كتيرة جدا، في مشاكل في موضوع التهوية، في مشاكل في موضوع الانارة الطبيعية، الصوت، الضوضاء، كل الحاجات دي مشاكل كتيرة واجهتنا لما جينا نقعد في البيوت. فاكتشفنا ان احنا البيوت بتاعتنا بنسميها عندها متلازمة المباني المريضة، ان المبنى لو قعدت فيه هيجيلك ضيق في التنفس، هيجيلك امراض كتيرة جدا بسبب ان هو غير مهيأ لكده، عكس البيوت بتاعتنا زمان. يعني البيوت اللي كانت موجودة زمان، لو حد راح مثلا في شارع المعز وشاف البيوت اللي هناك، او البيت بتاع بيت المعمار المصري، هتلاقي ان انت تقدر تقعد فيه ومش محتاج تكييف، تمام؟ والفكرة بسيطة خالص، يعني الافكار سهلة جدا، لكن احنا محتاجين ان احنا نتقنها بحيث ان احنا نقدر نصمم البيوت بتاعتنا ان الشخص يقدر يقعد فيه صيف شتاء، لا محتاج يشغل تكييف ولا مروحة ولا حاجة خالص. من ضمن الحاجات برضو اللي خلت موضوع الاستدامة ده يبرز على السطح موضوع التغير المناخي، وزي ما احنا شايفين في مشاكل مناخيه بتحصل كتير في العالم كله، ودرجه الحراره بدات زياده كتير جدا، اوروبا وصلت لارقام عمرها ما وصلت لها، وكذلك في مصر. فمحتاجين ان احنا نبدا نفكر ازاي ان احنا نصمم المباني استدامه. في مصطلحين بتلاقي اغلب الناس بتلخبط فيهم، موضوع الاستدامه وموضوع المباني الخضراء. طيب موضوع المباني الخضراء مش مقصود بيه الزرع، يعني لا مقصود بيه ان احنا ندهنه اخضر، ولا مقصود ان احنا نعمل فيه زرع. يعني ممكن يكون المبنى اخضر لكن هو ما فيهوش زرع خالص، ما فيش حاجه تجبرني ان انا اعمل زرع. مصطلح المباني الخضراء مقصود بيه ان انا اعمل مبنى ما بيستهلكش ميه زياده عن اللزوم، ما بيستهلكش كهرباء زياده عن اللزوم، التصميم بتاعه كويس، في راحه في الهواء، في راحه حراريه، في كل حاجه. انما ما فيش حاجه من ضمن الحاجات اللي هي بتقول ان المبنى اخضر او مش اخضر ان بيجبرني ان انا اكون في زرع. الاستدامه بيكون فيها فكره المبنى الاخضر زائد بعد اجتماعي زائد بعد اقتصادي، هي دي الفرق الاساسي بين الاثنين. فاحنا كل اللي احنا عايزينه ده مثلا من ضمن المباني الاثريه بتاعه زمان، اللي هو منزل علي لبيب. علي لبيب ده ما كانش صاحب المكان، بس هو اللي كان مسؤول عنه فاشتهر بيه، وده اللي كان في المهندس حسن فتحي. طيب هي فكره الاستدامه ان احنا عايزين نعمل مبنى نقعد فيه، اللي يقعد فيه ما يدعيش على المصمم، يدعي له يقول والله الراجل ده عمل حاجه كويسه جدا. يعني كان في واحد قال للمهندس حسن فتحي انا عندي حته ارض فاضيه كده بروح ايه اقعد مع الناس يوم في السنه، فانا عايزك تعمل لي كده زي استراحه. فعمل له الاستراحه ديت، فلما راح المكان ده هو المفروض ان هو بيروح يحاسب الناس يعني وكده في يوم في السنه. فلما عمل له التصميم كويس جدا راح قال له، بس اول ما دخل وعجبه المكان قال لهم روحوا ابعتوا لي الحاجات بتاعتي انا مش خارج من المكان. وفضل فيه من يوم ما دخله لحد ما مات قاعد فيه في المكان مبسوط فيه، لقى الراحه نفسيه وراحه في الهواء ومش محتاج اي حاجه خالص. فهي دي الفكره، تمام؟ فمفيش حاجه حديثه استجدت، هي محتاجين نشوف الافكار بتاع زمان ونبدا ان احنا ندرسها. المقالة دي جزء من كتاب أنا شغال عليه، الكتاب حتى الآن أكتر يعني تقريبا في حدود 210 صفحة. طبعا كل شكر وتقدير للناس اللي يعني مشكورة بتساعدني في المراجعة المتطوعين، دكتور زهير ومهندسة مروة ومهندسة نجوى ومهندسة سارة، وهم برضه تابعوا معانا في العدد اللي هو 44. ف
يعني قبل ما ابدا في البرامج الناس متوقعه هنتكلم عن البيم في الاستدامه، هنخش بقى في البرامج والحاجات دي كلها، في كذا فصل في البرامج. لكن هو في الاخر خالص قبل ما نتكلم على البرامج لازم نفهم فكره الاستدامه واهميه الاستدامه، وايه لازم ليه موضوع الاستدامه ده حاجه اساسيه معانا، تمام؟ وليه مثلا يعني لو احنا قلنا ان نفس شكل المبنى مش هيتغير لكن هنلفه بس شويه، تمام، ممكن يوفر لي 33% من استهلاك الطاقه. يعني انت فاتوره الكهرباء بتاعتك، تمام، هتقل بدل ما بتدفع مثلا 300 جنيه او دولار او ريال، لا هتقل التلت، هتدفع 200 لمجرد ان شكل المبنى بس لف شويه، وهي نفس الشكل ونفس كل حاجه لكن بس الروتيت بس اللي احنا عملناه. فدي الفكره ان احنا لازم واحنا بنصمم كل واحد بيركز على موضوع الاستدامه ومش على كود، يعني مش فكره الليد. في كذا مره كان قدامي ان انا انفذ الليد، تمام، واخد درجات، او انفذ الاستدامه اللي انا مقتنع بيها، تمام، ومش هاخد الدرجات، بس انا اعمل حاجه فعلا تكون صديقه للبيئه، تمام. يعني على سبيل المثال احنا في قطر هنا درجه الحراره شديده والطرق مش معموله للانسان يمشي فيها، معموله للعربيات. فالكود بيقول لي لو عملت مكان الناس تيجي بالعربيات بالدراجه او باسكل الدراجه الهوائيه العجله هتاخد درجات، لكن انا هعملها ومحدش هيجي، مفيش حد هيجي الشغل، مفيش مدير هيجي الشغل في قطر في عز الحر دوت بالشكل ده، فانا هعملها هتكلف فلوس واخد نقط وخلاص. يعني رحت شايلها وقلت لا اخسر نقط احسن من ان انا اعمل حاجه انا مش مقتنع بيها. فموضوع الاستدامه وان احنا نعمل مبنى صفر الطاقه او منخفض الطاقه، لو احنا بنتابع الاخبار حوالينا هنلاقي ان في بلدان حبايبنا وكل حاجه عندهم مشكله ان الكهرباء، وبلاد عربيه الكهرباء بتيجي عندهم ساعه واحده في اليوم. طب ليه ما نستخدمش الطاقة الشمسية؟ ليه ما نعملش مبنى استهلاك في الطاقة بتاعته صفر طاقة؟ ليه ما نستخدمش الأفكار معماري وإنشائي وميكانيكا وكهرباء، كلنا نقدر نتعاون، كل واحد بيقول أنا نيتي إن أنا الإنسان اللي موجود ده يكون مستريح ويكون الاستهلاك بتاعه استهلاك أقل حاجة عشان ربنا يرضى عني. يعني كان المهندس حسن فتحي يقول ربنا مش هيرضى عني إن أنا أزود درجة الحرارة في المبنى 17 درجة عشان اعمل واجهه ازاز واول الحاجات دي كلها واعذب الانسان واضطر ان انا اركب تكييف. طب ما انا قدامي ان انا اعمل افكار حلوه بسيطه زي فكره ان انا احط مثلا الملقف بتاع الهواء، الافكار اللي كانت موجوده زمان، وعلى فكره الملقف الهواء ده موجود بشده في جامعه قطر، يعني المصمم المصري اللي عمله مشكورا حط فيه فكره الملقف وحاجه جميله جدا وشكلها حلو وحاجه فعلا خلت الناس تحس بيه الراحه جوه المبنى. فاحنا في فكره البيم ان احنا نستخدم الادوات لتطبيق الافكار اللي احنا شغالين بيها وتعلمناها من اساتذتنا الكبار، اللي ممكن يكون هو بيشتغل بورقه وقلم لكن عنده افكار رهيبه جدا ما ينفعش انها ما ناخدهاش منه وما نتعلمهاش ونطبقها، بحيث ان احنا نعمل حاجه تكون صديقه للبيئه. وعلى فكره الاهتمام بالتصميم المستدام كان بدايته، طبعا كل حاجه بتحصل في العالم بتأثر، كان بدايته حرب 73 البترول غلي، فهم بدأوا ينتبهوا ان المبنى ده بيحتاج مثلا تدفئة في امريكا فلازم نشوف بدائل، لازم نركز على موضوع التصميم، فبدأ يبقى عندهم تركيز على فكرة الليد والحاجات دي كلها. في افكار كتيرة جدا، طبعا في حاجات كتيرة جدا بتقيس. احنا عندنا في مصر مثلا في نظام الهرم الاخضر وفي الليد بتقدر تشتغل بأي واحد فيهم، كل الانظمه يعني في البريم وفي الجي ساس وفي حاجات كتير جدا في كل الدول بيركزوا على اختيار المكان كويس، استخدام الميه، استخدام الطاقه، استخدام المواد، لازم نستخدم مواد ما تكونش مضره للبيئه، ما تكونش ليها فوت برنت في الكربون، الحاجات دي كلها. وطبعا العالم كله بيتجه ان هو يقلل تاثير الانسان لما بيدخل في اي مكان، التاثير بتاعه بيكون سيء. يعني اي انعام اعزكم الله بتيجي في المكان ما فيش مشكله بتاكل شويه حاجه، انما الانسان بيقطع الاشجار، بيبني، بيطلع دخان، بيعمل تاثير سيء للمكان. فاحنا محتاجين ان احنا التصميم بتاعنا يكون يقلل الاساءه
للبيئه الطبيعيه. بالعكس، لما يبني يكون مبنى صديق للبيئه ويكون مبنى متكامل مع البيئه اللي حواليه. ودلوقتي ده كل انا بقوله ده جزء من التنميه المستدامه للامم المتحده، ومصر والعالم كله بيتجه ليه، ان احنا نعمل مباني تكون صادقه للبيئه، تكون مريحه للناس، يكون الانسان اللي موجود فيها يقدر يقعد فيها براحته، مش حاسس بخنقه، مش حاسس ان هو كل لما يقعد الدكتور يقول لا المكان اللي قاعد فيه ده مضر، فيه مشكله في التهويه وهكذا. دي الفكره، مع طبعا الشكر والتقدير لكل الناس اللي شاركوا معنا في العدد، والشكر والتقدير طبعا لكل الناس اللي رجعوا، مهندسه مروه صباح ومهندسه نجوى حمايده ودكتور زهير نصار ودكتور اشرف طلعت. صراحه يعني عملوا شغل رائع، وكل الناس اللي شاركوا في العدد، طبعا المهندس احمد دياب والمهندسه زهراء ومهندسه رنا، وطبعا المحاضره بتاعتها جميله، ومهندس المعتز بالله ما شاء الله، يعني استفدت جدا منهم. وشكرا طبعا لاستاذنا المهندس حازم عادل على الدعوه الكريمه، وجزاكم الله كل خير وشكرا لكم. وانا طبعا لو في اي اسئله اقدر اجاوب عليها باذن الله هحاول ان شاء الله. جزاكم الله كل خير. شكرا باشمهندس عمر على اخر عرض معنا النهارده. طبعا شكرا لكل المتحدثين النهارده، باشمهندس رنا، باشمهندس معتز، على وقتكم وعلى المجهود برضو في المقالات وفي العرض. طبعا زي ما قلنا، لو اي حد عنده اي سؤال ممكن يكتبه على طول على المنتدى، الناس هتبقى موجوده وبترد عليه. ممكن قبل ما ننهي انا عندي بس سؤال برضو اخير، باشمهندس عمر، بالنسبه لي مجال الاتنين قريبي عموما والتطور، بقالكم كذا سنه ما شاء الله شغالين، كان عندي طريق مثلا بالنسبه للعدد 44، كنت شايف ان طريقه الكتابه مختلفه من مقاله لمقاله، يعني في مثلا مقالات اكاديميه بالمصادر بتاعتها بعد كل جمله بكتب المصدر وما الى ذلك، في مقالات ثانيه تعتبر زي مقاله راي اكتر، منها مقاله منها بحث اكاديمي. وهل ده مثلا مقصود؟ هل الفكره ايه الفكره في تجميع المقالات المختلفه؟ هل بتشتغلوا بالمواضيع، ولا بتشتغلوا بحد شغال في بحث مثلا في الجامعه فيبتدي يشتغل عليه بالعربي معاكم؟ يعني ايه الفكره العامه عموما، يعني تغيير الفورمات او مش تغيير طريقه المقالات عموما؟ وهل مثلا في نظره بعد كده ان انت يبقى في قسم الابحاث الاكاديميه وقسم للمقالات مثلا وما الى ذلك، ولا طيب هو بيم ارابيا فيها يعني اثنين جورنال، الاثنين جورنال دول في جورنال بالانجليزي اي جي بي اس، هشير مع حضرتك الشاشه دلوقتي اهوت، في عندنا جورنال اسمه اي جي بي اس وده واخد الاي سي سي ان دوت، وفي جورنال تاني بالعربي مجلد بيم ارابيا للعلوم الهندسيه، وده بيصدر برضو، بيكون المقالات مدققه جدا، يعني الناس المسؤوله عنه يعني مشكوره، يعني بتركز قوي انها ما تطلعش غير حاجه بروفيشنال، ودي فعلا المقالات بتبقى حاجه قويه، والناس المشرف عليها الدكاتره يعني حاجه يعني ما شاء الله، بيركزوا جدا جدا في كل حرف وكل كلام. ده الإديتورال بورد، الناس المحررين، هتلاقي أسامي رؤساء أقسام وناس تقيلة جدا في المجال، سواء في المجلة العربي أو المجلة الإنجليزي، ناس دي المجلة الدولية بيم أرابيا والعلوم الهندسية، فدي فعلا بتبقى حاجة قوية جدا. وطبعا هنا مثلا رئيس التحرير الأستاذ دكتور مهندس محمد شعبان في جامعة البعث في سوريا، معانا في الانجليزي البروفيسور عماد البتاجي، طبعا الاثنين اغنياء عن التعريف وناس ما شاء الله احترافيين، وكذلك البورد كله اسامي كبيره جدا، وفي ناس كتيره منهم من بره الوطن العربي، في ناس كتيره مشاركين معانا مش عرب، بالذات في العدد اللي هو الانجليزي.
وهكذا. فبتلاقي في قوة جدا في الشغل دوت. لكن مجلة بيم أريبيا احنا مركزين ان يبقى في تنوع من اول عدد. قلنا احنا ممكن نتفق على ان كلنا هنكتب نفس الحاجة، يعني كلنا هنتكلم مثلا عن إضافة الزمن للبيم. أنا ما بحبش كلمة البعد الرابع والخامس والسادس، لكن هنتكلم مثلا عن التكلفة، هنتكلم على الاستدامة. كلنا نكتب وكل واحد يكتب من الفكر بتاعه، لكن لقينا الموضوع هيبقى صعب شوية إن احنا نقيد الناس. فقلنا لا، خليها زي أي مجلة، بيبقى فيه تنوع في الموضوعات، ولو لقينا كذا موضوع متشابه مفيش مشكلة. لو لقينا ممكن مواضيع متضاربة أو حاجات زي كده ممكن نخليها للعدد اللي جاي، بس كل عدد لازم يكون فيه حاجة مختلفة، لأن الناس اللي بتقرأ، في واحد مثلا مهتم بالجي اي اس فهيلاقي المقالة بتاعت مهندس معتز، في حد مهتم بالبرمجة فهيلاقي المهندسة رنا، في حد مهتم بالإدارة. فلقينا إن التنوع ده بيخدم أكتر. ده كان نقاش من أول عدد اللي هو كان صدر في 2015، هنطلعها إزاي. فلقينا إن الأنسب إن هو يكون فيه تنوع، وقلنا مش لازم نجبر نفسنا ان على موضوع معين، ولا نجبر نفسنا ان هو يصدر كل 3 شهور او كل شهرين او كل شهر، لا، حسب ما العدد يكمل معانا. ممكن تلاقي شهرين صدر ورا بعض، وممكن تلاقي عدد 3 4 شهور على ما صدر عدد. الفكره ان يكون في محتوى قيم، ويكون الناس اتراجع بشكل كويس، وخدنا وقتنا فيه ان هو يطلع حاجه تليق بالقارئ العربي، يلاقي مواضيع متنوعه ومواضيع تكون حديثة، ويكون كل المواضيع ما تكونش مكررة. لو حد ناقش موضوع في عدد او حد جاي يكتب جديد، فبنقول له لا، ده والله حد اتكلم عنها قبل كده، اقرا المقالة اللي هو كتبها واكتب مقالة إضافية فيها معلومات ما كانتش موجودة في الحاجات اللي قبل كده. يعني لو انا حد بيكرر الكلام بنبهه ان في حاجات موجودة قبل كده، بحيث اللي بيتابع المجلة يلاقي كل مرة كلام جديد. هي دي الفكرة، اللي هو ان كل واحد يلاقي المقالة اللي هو مهتم بيها. فتلاقي واحد مركز على مقاله، وواحد تاني شايف مثلا مقاله الاستدامه دي مش مستهواه، لا هو مستهواه الاداره اكثر، وهكذا. تمام، شكرا جدا باشمهندس عمر. خلقي نظره سريعه بس لو في سؤال. لو ما فيش اسئله اعتقد خلاص ممكن نقفل الحلقه النهارده. شكرا جدا باشمهندس عمر، باشمهندس رنا، باشمهندس معتز. وان شاء الله لو حد عنده طبعا اي سؤال، اي تعليق، اي حاجه، منتدى التسك العربي مفتوح. اكتب اي، يعني اكتب تعليقاتك هناك وهنرد عليك ان شاء الله.